شايد قصورك عالمزارع مين كدينا وعمل ايدينا، شايد قصورك عالمزارع مين كدينا وعمل ايدينا. انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكو، فيديو سريع جدا. اتمنى ان احنا كلنا نحفظ الغنوة دي وتبقى الغنوة دي على كل لسان، علشان هو ده لساننا كلنا دلوقتي. والفنان مش لازم ينفصل عن المجتمع بتاعه، مش لازم ينفصل، لازم الفنان يتفاعل مع اللحظة ومع مشاكل وطنه. الاغنية دي انا ما لقيتش انسب منها في اللحظة اللي احنا فيها دي. الاغنية دي من مقام النهواند، مقام النهواند اللي هو المينير ماينر. الاغنية دي عملها الشيخ إمام رحمه الله من كلمات أحمد فؤاد نجم، والكلمة دي صالحة لعصرنا هذا وصالحة لبلدان كتيرة قوي. أتمنى أننا كلنا نشارك فيها. أول السلم بتاعي زي ما قلنا هو مقام النهواند. أنا هكتب، أنا بطلع الأغنية وأنا بكلمكم. يعني مقام النهواند الدو اللي هو دو ماينر. الدو ماينر ده علاقته بالسلم الكبير بتاعه اللي هو مي بيمول ماجير. مي بيمول ماجير عنده 3 فلاتس، راجع الحلقة بتاعتنا بتاع دايرة الربعات. سلم المي بيمول في 3 بيمولات، في السي بيمول والمي بيمول واللا بيمول. الشيخ إمام رحمه الله عمل الأغنية ديت من مقام نهواند الدو أو الدو ماينر. بعد كده في نقلة في الوسط فيها ربع تون، هيبقى فيها اللا بيمول، مش هتبقى لا بيمول، هتبقى لا ربع تون، يعني هتبقى لا نصف بيمول، بيسموها نصف بيمول بالتعبير اللغة العربية الصحيح. يعني النص تون ده بيتقسم نصين يبقى ربع تون، فاللا بيمول بتبقى ربع تون. اعتقد ده مقام الرست، ممكن حد يصحح لي، انا سألت ناس اعرفهم يعني قالوا لي ده مقام الرست، فممكن حد خبير بالموسيقى العربية صحح لي ان نقلة المقام بتاعت شيخ امام في الغنوة دي كانت ايه. هنتنقل منها، بس هنتفادى اللا بيمول، لان اللا بيمول ديت هي اللي عامله لي المشكلة. لو انا تفاديت النوتة بتاعت اللا بيمول وركبت كورد ممكن ينفع مع الغنى، هعدي بالموضوع ده. فهنبدأ اول سطر منها اللي هو الحتة الاولانية بتاعتها اللي هي شايد قصورك على المزارع من كدنا وعمل ايدينا. دي هتبقى دومينير دومينير، وهتبقى الصول ماجير. ليه انا عملته ماجير؟ عشان يحسسني بالاحساس بتاع السلم المينير الهارمونيك، اللي هو هتبقى الصول فيه الخمسة بتاعته ماجير عشان تنزل منها على الاولى تانية. فهنسمع كده مع بعض. شايد قصورك عالمزارع مين كدينا وعمل ايدينا. فدومينير دومينير صول ماجير، دومينير دومينير صول ماجير. وممكن الصول ماجير دي تبقى صول دو اما اجي خلص في الاخر. شايد قصورك عالمزارع مين كدينا وعمل ايدينا، شايد قصورك عالمزارع مين كدينا وعمل ايدينا. والخمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة. ده بقى هنقل حتة كده هتبقى كورد ماجير. الكورد دوت مي بيمول ماجير. انت فاكر كورد الدو ماجير اللي احنا عملناه من هنا؟ هو نفس الكورد اللي هنا، عبارة عن دو مي بيمول. مي بيمول المفروض هيبقى هنا، بس طبعا عشان انا عندي المفروض المسطرة بتاعت الجيتار مش موجودة هنا اللي هو البريدج ده، فانا بقفل عليه بالصباع دوت. فانا بحط صباعي على الصول كأنه صباع باريه، وبحط واحد كأن بالظبط الصباعين واحد واثنين وثلاثة هنا، هيبقى اثنين وثلاثة واربعة. عايز تعملها نص باريه مثلا، فهيبقى صباعين اثنين بس، كأنك بتعمل دومينير 7 نص باريه يعني. لو عايز، لو ايدك مش هتستحمل الكورد كله يعني من اول البي ميمول اللي فوق ديت اللي هي على الوتر الخامس. طيب نعمل تاني. والخمارة جنب المصانع، دي حلوة النقلة دي قوي من كورد المي بيمول لكورد الدومينير. والخمارة جنب المصانع، ودي بقى السي بيمول ماجير. ممكن تعملها من هنا، ممكن تعملها من هنا. والخمارة جنب المصانع
والسجن مطرح الجنينة، وارجع تاني على الدومينير. والخمارة جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة. دخلنا بقى في الحتة بتاعت وفلت كلابك في الشوارع وقفل زنازينك علينا، دي اللي فيها الله، هتبقى الله نصف بيمول. فانا هعملها ازاي؟ هتفادى بقى الموضوع ده ازاي؟ انا عندي كورد الدومينير دو مي سول، دو مي بيمول سول، والسول مينير سول سول سي بيمول ري. فانا هتفادى بان انا هعمل الكورد الدومينير وهطلع على السول مينير. وقفلت كلابك في الشوارع وقفل زنازينك علينا، وقفل كلابك في الشوارع وقفلت زنازينك علينا. واللي نمنا في المضاجع قد احنا نمنا ما اشتهينا. شوف بصوتي بعمل ربع تون بس الكوردات مش ممنعة. واللي نمنا في المضاجع قد احنا نمنا ما اشتهينا، واتقل علينا بالمواجع احنا اتواجعنا وانتهينا. ده بعمله دومينير. واتقل علينا بالمواجع بعمله دو 7 وبطلع الفا. دي بتلفت نظر المستمع شويه عن الربع تون، والفا هتبقى مينير. احنا اتواجعنا وانتهينا، وبقف على السول مينير تاني. سو العمود بتاعها الدو مينير والسول مينير عشان اتفادى الكورد اللي هو اللا بيمول في ربع تون. واتقل علينا بالمواجع احنا اتواجعنا واكتفينا، وعرفنا من سبب جراحنا. وارجع تاني بقى على السلم الرئيسي بتاعي اللي هو نهواند الدو. وعرفنا من سبب جراحنا، وعرفنا روحنا والتقينا. هيبقى دومينير دومينير سول ماجير، دومينير دومينير سول ماجير. عمال وفلاحين وطلبة دقت ساعتنا وابتدينا. برجع تاني نفس الحتة اللي عملناها قبل كده اللي هي دومينير دو 7 فا مينير سول مينير. عمال وفلاحين وطلبة دقت ساعتنا وابتدينا. يخرب عقلك يا شيخ إمام، لازم أراجع تاني. نسلك طريق مالهش راجع والنصر يقرب من عينينا، نسلك طريق مالهش راجع والنصر يقرب من عينينا، نسلك طريق مالهش راجع والنصر يقرب من عينينا. شايد قصورك على المزارع مين كدينا وعمل ايدينا. اخر حته نسلك طريق، ده دومينير. نسلك طريق مالهش راجع، ده سول ماجير. والنصر يقرب من عينينا، ده فا مينير. نسلك طريق مالهش راجع، ده سول ماجير تاني. والنصر يقرب من عينينا، ده لا ماجير هنا. نسلك طريق مالهش راجع والنصر، ده سول ماجير. والنصر يقرب من عينينا، وانزل على الدومينير تاني. انها وند بتاعي اللي هو بداية الاغنية، فانا بدأت الاغنية بالدومينير ونهيتها على الدومينير بعد السول ماجير. ما نزلني على الدومينير وابدأ تاني. شايد قصورك على المزارع من كدينا وعمل ايدينا. يشوفكم الحلقة الجاية، وشوفكم النصر الجاي.